أمية ملاص، أهلا وسهلا فيكي على فوشيا. أهلا وسهلا فيكم، زمان فوشيا. بعد زمان ما شفناك. فعلا. خلينا نقول من باب الحارة 11 ما عاد شفناكي، شو السبب؟ في أعمال عملتها بعد منا، بس هلا مساء أنا عملت بورتري، عملت ايه، انا سافرت فتره كمان، هذا السبب يعني. بس اشتغلت شيء بعده وهلا السنه اشتغلت شيء. بما انه عم نحكي هاي السنه شو اشتغلتي، فخلينا نحكي عن الاعمال اللي مشاركه فيها. مثل ما عرفنا في زقاق الجن وفي عين الشمس، خلينا نحكي شوي عن هالعملين. ايه، شاركت في زقاق الجن وبعين الشمس. هلا بالنسبه يعني زقاق الجن عمل شامين بين من اسمه، والثاني هو هيك يعني فيه سسبنس وفيه شيء غريب، لحترك لكم يا مفاجأة تشوفوا. كتير مرات حكيتي عن انزعاج بطريقة انتقاء الممثلين للأدوار، وأنه كان في ظلم بانتقاء أو بتهميش بعض الممثلين أو بانتقائهم. تعرضتي لهالمواقف أو لهذا الظلم اللي عم تحكي عنه؟ هلا اكيد، هلا حتى العالم من برا بتحسني اني انا مظلومه، يعني هي بتشوف انه انا كان لازم اخذ اكثر من هيك حق. فالحقيقه اي يعني في اليه معينه العلاقه بانه استسهال او شله او علاقات هي اللي عم تتاثر على توزيع الادوار. فلذلك يعني لسه عم نعرج عرج يعني، ما يعني انا بتمنى يعني شيء مهم اكثر، جديد اكثر، مساحه اكثر. سافرتي لفترة طويلة لعند بناتك ورجعتي، كيف عم تقضي حياتك بعيدة عنهم؟ اتضايقت والله يعني بصراحة، بس دائما تليفونات ويعني ما لشي، أنا اللي بيطمني إنه هم عم يشتغلوا وعم يدرسوا صح، عم يعملوا شيء صح بس، وعندي أمل إنه أرجع أطلع، يعني هذا كمان بيخفف كتير. ضحيتي ببداياتك للفن؟ للفن لا، انا بضحي للعيله اكثر يعني بصراحه. اما هلا للفن مو انه يعني بمعنى تضحيه، بس يعني بتلاقي بعد فتره انه حياه الفنان صعبه يعني، ما لها سهله يعني، بتحس انه ايه هو يعني في شيء على حساب شيء اكيد، يعني ما في شيء بالحياه هيك بيجي حاله سهل الا بيكون في شيء مقابله. فهي الخصوصيه، هي الحياه الاجتماعيه الشخصيه بتتاثر كونك انت اخترت مجال الفن، وخاصة للمرأة يعني بهيك مجتمع. تندمي على دخولك الفن؟ كتير احيانا بصراحة ايه يعني انا صرت واصلة لقناعة يعني اذا بينعاد الزمن، مع اني الحمد لله يعني عملت شعبية كبيرة ومحبة كتير كبيرة عند الناس، وهذا الشيء يعني بيواسيني بحبه كتير، بس ايه اذا بينعاد الزمن ما بدخل بهذا المجال. انا بكون يعني بصراحة بكون تقليدية يعني، بعمل عيلة وأسرة وزواج وبعد. تبعدي عن مجال الفن كلية؟ ببعد عن مجال العين والشهرة والأضواء وكل شيء يعني، خلص هيك إنك تعيش بسكينة وسلام وأمان مع حالك. بس هلأ كمان إنه هي بتعمل نفوذ يعني، إنه الشخصية بتخليك تقدر تستطيع تأخذ قرارات، الحياة ما تخليها تقسى عليك، انت بتقدر تكون قدها يعني. لما انا بدي اضطر اعتمد على حالي، فهي مهنه كتير منيحه يعني، انا بقدر اعيش منها بكرامه، بقدر اعيش، بقدر ربي، وهذا اللي صار يعني، ربيت بناتي الحمد لله. يعني كتير بتعطي انك تكون حدا مستقل. نحن اليوم موجودين معك، بحبشنا هيك ودورنا لقدرنا نعرف وين موجودة، لنجي نعايدك بعيدك ونقول لك كل عام وانت بألف خير. اليوم عيد ميلادك اللي هو 1/11، كل عام وانت بألف خير، وان شاء الله هيك بنتمنى لك التقدم والنجاح، وتكوني لسه بعد متألقة أكثر وأكثر، لأنه سوريا دائما هي سما نجومها بتلمع فيها، وأنت نجمة من نجوم سوريا. تسلم لي على المعايدة الحلوة، وبشكركم كتير وحضرتك وكل الفريق، شكرا كثير. شكرا لك، ونورتينا على فوشيا ومية ملاص. اهلا وسهلا، شكرا لكم.